العارضة البرازيلية جيزيل بنشن تطل من جديد في أسبوع الموضة بساو باولو بعد غياب عامين عن منصة عروض الأزياء. جيزيل بنشن اختارت بتصاميم رائعة لعلامة كولتشي التي قدمت تشكيلتها الجديدة للخريف والشتاء المقبلين. دار الأزياء كولتشي كانت عوضت غياب عارضتها الرئيسية خلال العامين الماضيين بالعارضة أليساندرا أوبروسيو. هذه الدار تأسست قبل 25 عاماً وهي ممثلة في 31 بلداً حول العالم. الألوان الداكنة والقصات الكلاسيكية كانت عنواناً بارزاً لهذه التشكيلة الشتوية. نواصل مع عروض أزياء أسبوع الموضة في ساو باولو لنتعرف على تشكيلة لينو فيلافونتورا. هذه العلامة التجارية تحتفل بمرور 30 عاماً على تأسيسها، ووقعت اسمها بحروف من ذهب في عالم الموضة وأيضاً في مجال تصميم ملابس المسرح والسينما. أسبوع الموضة في ساو باولو اختتم فعاليته أخيراً، ومثل كعادته الحدث الأبرز في عالم الأزياء بأمريكا اللاتينية.